أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من عين على مصر. في حلقة هذا الأسبوع، بدء التداول على أسهم أوراسكوم للإنشاء في البورصة المصرية، ووزير التخطيط يعلن ارتفاع معدل نمو الاقتصاد إلى 5.6% خلال النصف الأول من العام، وتراجع أرباح المصرية للاتصالات ب 31% عن عام 2014. ولكن وكالعادة دعونا نبدأ مع أبرز الأخبار الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال هذا الأسبوع. وزير المالية المصري يعلن موافقة الحكومة على توحيد أسعار الضرائب على الدخل في مصر ليكون حدها الأقصى 22.5%، بعد أن كانت تتراوح بين 10 إلى 30% مقسمة على 6 شرائح. شركة بريتش بتروليوم البريطانية تكشف عن عزمها ضخ استثمارات في مشروع الغاز في مصر بقيمة 12 مليار دولار، وتتوقع أن يصل إنتاج الغاز من المشروع إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميا، وهو ما يمثل 25% من إجمالي إنتاج مصر الحالي من الغاز الطبيعي. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعلن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر فبراير الماضي ب 2.1% مقارنة بشهر يناير السابق، وأن معدل التضخم السنوي بلغ 10.7% خلال شهر فبراير الماضي. أهلا بكم من جديد. مرة أخرى تعود أوراسكوم للإنشاء إلى البورصة المصرية، ولكنها تعود هذه المرة بقيد مزدوج في بورصتي مصر وناسداك دبي، حيث بدأ التداول خلال هذا الأسبوع على أسهم زيادة رأس مال الشركة بعد أن تم تغطية الطرح بأكثر من 5 مرات. ها هو سهم أوراسكوم كونستراكشن يعود مرة أخرى إلى شاشات البورصة المصرية. يبدأ التداول على السهم بعد طرح زيادة رأس المال لحوالي 12 مليون و900 ألف سهم، تمثل 11% من إجمالي رأس مال الشركة، وبقيمة إجمالية بلغت 185 مليون و400 ألف دولار. يعود سهم أوراسكوم للبورصة المصرية بعد يومين من بدء التداول عليه في بورصة ناسداك دبي، لتصبح بذلك أول شركة أجنبية تقوم بقيد مزدوج لأسهمها في السوق المصري منذ ما يقرب من 20 عاما. في شركات كتير خصوصا اللي أدائها كان مميز في السنتين ثلاثة اللي فاتوا، هتلاقي فرصة مناسبة النهاردة لإما لزيادة رؤوس أموالها أو لتشارك بعض من المساهمين. في حالة أوراسكوم هي كانت زيادة رؤوس أموال لتمويل توسعاتها في الفترة الجاية. طبعا هي شركة بتعمل في المنطقة وخارج المنطقة كمان في قطاع الإنشاءات، لأنه ده قطاع الإنشاءات بس هو اللي مخصوص بهذا الطرح. كان فرصة مناسبة جدا ليها طبعا لجمع مبلغ تقريبا 200 مليون دولار هيساعدها في التوسعة إن شاء الله سواء في السوق المصري أو في الأسواق العربية في الفترة الجاية. دخول أوراسكوم كونستراكشن إلى البورصة المصرية ومن قبلها أوراسكوم للفنادق يعد برأي الكثيرين دليلا على ثقة كبرى الشركات في السوق المصرية، خاصة في ظل إعلان العديد من الشركات الأخرى عزمها طرح أسهمها في السوق المصرية. احنا النهاردة بنعمق السوق وبنشوف طروحات مهمة. احنا شفنا السنة اللي فاتت طرح العربية للأسمنت، وأول السنة شفنا طرح أوراسكوم للفنادق والتنمية، وده تالت طرح محترم يتم في مصر في خلال فترة حوالي 12 شهر، وإحنا متوقعين إن هيكون في على الأقل ما بين 5 و6 طروحات إضافية في الـ 12 شهر الجايين. وتؤكد أوراسكوم للإنشاء أنها عازمة على التوسع في مشروعات جديدة في مصر، وأنها ستستخدم حصيلة زيادة رأس المال لتعزيز موقفها المالي ودراسة فرص استثمارية جديدة. ولإلقاء المزيد من الضوء على هذا الطرح، التقينا هذا الأسبوع بالرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاء المهندس أسامة بشي، والذي أكد خلال اللقاء أن تغطية الطرح بأكثر من 5 مرات هو دليل على ثقة المستثمرين في أنشطة الشركة وعلى ثقتهم في الاقتصاد المصري. الطرح ده شهادة من المستثمرين لإمكانيتنا أن احنا نحقق عوايد ليهم زي ما حققنا في الماضي، وأعتقد برضو أن ده شهادة من المستثمرين لثقتهم في المرحلة الجاية في الاقتصاد المصري. وطبعا احنا زيادة رأس المال اللي احنا عملناها في مصر دي هتحسن الهيكل المالي للشركة، وبالتالي هتدينا فرصة أكبر للاستثمار في مشاريع البنية التحتية اللي هي مطروحة في مصر في الفترة اللي جاية. في خطط موضوع على استغلال زيادة رأس المال؟ أنا زي ما قلت حضرتك مفيش حاجة محددة بصفة ذاتية، لكن احنا بنقول ان احنا حسنا الهيكل المالي للشركة، واحنا النهاردة هنبقى في وضع جيد انه ما بين التسهيلات اللي عندنا وما بين التدفق المالي اللي بيجي لنا من قطاع المقاولات او نشاط المقاولات، احنا هيبقى عندنا القدرة ان احنا نخش في مشاريع كتيرة مش مجرد مشروع واحد. احنا بنبص على مشاريع في قطاع توليد الكهرباء، وبنبص على مشاريع في قطاع المياه ومعالجة
معالجة المياه وأي مشروع بنية تحتية طبعا بحسب المعايير اللي احنا حاطينها لنفسنا اللي هي بتحقق العوائد المطلوبة لحاملي الأسهم. بعد إتمام عملية الفصل ما هي الديون المستحقة على أوراسكوم الإنشائية؟ لا الحقيقة احنا بعد كده احنا الديون تعتبر بسيطة جدا لأنه قطاع المقاولات زي ما حضرتك عارف هو قطاع بيخلق تدفق مالي فأي ديون موجودة حاليا ده مجرد اللي هو اللي زي ما بيقولوا الوركينج كابيتال اللي موجود للشركة لتنفيذ الأعمال الحالية. كيف ترى مدلول تغطية هذا الطرح وتم تغطيته بحوالي 5 مرات، ما هو مدلول ذلك بالنسبة للشركة؟ احنا طبعا سعداء جدا لان التغطية دي تمت في وقت قليل جدا لان الترويج للمؤسسات الاجنبية كان مجرد 5 ايام والترويج في مصر للمؤسسات هنا كان مجرد يمكن 18 ساعة انه يتغطى بهذا الحجم احنا يعني حاسين بان دي شهادة ثقة فينا وثقة في البلد واحنا طبعا حاسين ده عبء علينا ان احنا لازم نبقى قد المسؤولية اللي هم ادوها لنا. كم بلغت مساهمة عائلة ساويرس في هذه الزيادة؟ هو ده كان التزام من العيلة من عائلة ساويرس ان هم يظلوا يحافظوا على الأغلبية ليهم في الشركة دي. شركة المقاولات هي الشركة الأصلية للمجموعة وإحنا كنا المحرك اللي كان بيدفع كل النمو قبل كده في الأسمنت وفي الأسمدة فبالتالي هم مصرين إن هم يفضلوا بالأغلبية. والحاجة التانية هم برضو في زيادة رأس مال في مصر هم برضو أثبتوا إن هم مش بس بيثقوا في الشركة هم حاطين برضو فلوسهم في السوق المصري زيهم زي كل المستثمرين. تقريبا كانت مشاركتهم قد إيه في الزيادة؟ هم حافظوا على 51% نفس النسبة اللي هي قبل كده طبعا بالحساب وبالطرح ومجرد طلعت حوالي يمكن 56 مليون دولار من اجمالي الطرح ال 11%. سهم أوراسكوم للإنشاء بدأ التداول عليه في بورصة ناسداك دبي أول أمس، كيف تفسر التراجعات التي يشهدها سعر السهم حتى وصلت إلى دون مستوى الطرح؟ بص هو في طبعا ان بما ان احنا كنا جزء من شركه مدرجه في البورصه الهولندي في بعض الصناديق الهولندي زي الصناديق الموجوده في مصر زي صناديق بنك مصر مش غير مسموح لها بالاستثمار خارج هولندا وبالتالي دول مجبرين على ان هم يتخرج من هذا السهم. في بعض برضو المحافظ مش من اولوياته الاستثمار في قطاع المقاولات فقط فبالتالي فينا احنا هنشوف حركه في الاسهم في الفتره يمكن في اليومين اللي فاتوا ويمكن ليوم او يومين جايين بحيث الناس اللي هي ملهاش تخصص في قطاع المقاولات او ملهاش تخصص في منطقه الشرق الاوسط هيتخرجوا وبعدين هيحصل في استقرار في سعر السهم. هذا يعني انه سعر السهم سيبدا في الاستقرار بعد تخرج هذه المؤسسات وصناديق؟ طبعا انا ما اقدرش احكم هم هيتخرجوا بسرعه قد ايه لان الناس دي بيبقى عليها ضغط التخرج بسرعات معينه لكن احنا متوقعين انه بعد ما الناس دي تخرج نرجع تاني للاستقرار. وانا بقول الاهم من الحركة في اليومين الثلاثة دول هو الاداء بتاعنا في المرحلة الجاية. اعلن وزير التخطيط المصري اشرف العربي ان معدل نمو الاقتصاد سجل 5.6% خلال النصف الاول من العام المالي الحالي وذلك مقارنة ب1.2% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وفي لقاء مع CNBC عربية توقع الدكتور أشرف العربي أن تتواصل معدلات نمو الاقتصاد في ظل الاستثمارات المتوقعة خلال مؤتمر شرم الشيخ. الحمد لله المؤشرات الأخيرة للاقتصاد المصري مؤشرات إيجابية. المعدل النمو الاقتصادي في النص الأول من العام المالي 14-15 اللي هي الفترة يوليو إلى ديسمبر 2014 معدل النمو الاقتصادي 5.6%. الحقيقة لو قارنا المعدل ده بالنص أو الفترة المناظرة في العام السابق كانت 1.2% ففي طفرة كبيرة في معدل النمو الاقتصادي. الشيء الإيجابي أيضا أن المعدل المرتفع ده انعكس بشكل إيجابي على المعدل البطالة، صحيح لسه عندنا مشكلة بطالة مرتفعة لكن الترند الاتجاه العام للمعدل البطالة بدأ في النزول. هي احنا حضرتك تعرف ان احنا من
بعد 25 يناير كان الاتجاه صاعد، كنا بنتكلم على 8-9% معدل البطالة، وارتفع تدريجيا لحد ما وصل ل 13.4%. فالجديد بتأثير النمو الاقتصادي اللي حصل ان بدأ 13.4 تنخفض تدريجيا لحد ما وصلت اخر حاجة في ديسمبر 2014 ل 12.9%. فالحقيقة المؤشرات ايجابية، لسه عندنا وضع اقتصادي صعب. المؤثر على هذه المؤشرات، المؤثر الايجابي على هذه المؤشرات، الحقيقة احنا في قوة، ده في عدد من القطاعات شهدت يعني انتعاشة كبيرة، طبعا في مقدمتها الحمد لله قطاع السياحة، قطاع التشييد والبناء ايضا من القطاعات المهمة جدا بسبب الضخ الاستثمارات الكبيره جدا الحكوميه في مشروعات قوميه كبيره زي قناه السويس الجديده، زي البرنامج القومي للطرق 3400 كيلو طرق، عدد كبير من المشروعات اتت الاسكان الاجتماعي، كل ده اثر على قطاع التشييد والبناء. وزي ما حضرتك عارف قطاع التشييد والبناء من القطاعات كثيفه التشغيل، وبالتالي الحقيقه في مردود ايجابي على البطاله ومردود ايجابي ايضا على معدلات الفقر بشكل عام. نحن يعني أيام قليلة تفصلنا عن المؤتمر الاقتصادي، أهم التوقعات من خلال إقبال المستثمرين عليه. لا احنا ان شاء الله باذن الله متفائلين بالمؤتمر الاقتصادي، احنا الحمد لله عملنا جهد كبير في الحكومه في تنظيم لهذا المؤتمر، عندنا يعني قصه متكامله نقدر نحكيها في المؤتمر، عندنا رؤيه تنمويه طويله الاجل، مصر جديده بنحلم بها على كل الاصعده سياسيا واجتماعيا واقتصاديا واداريا، عندنا خطه اصلاح اقتصادي واضحه جدا بدا تنفيذها بالفعل خلال الفتره السابقه، وعندنا تصور للثلاث إلى 5 سنوات القادمة أيضا استمرار خطة الإصلاح الاقتصادي، عندنا الحقيقة فرص استثمار جيدة جدا طرحينها بإذن الله في المؤتمر، وطبعا استعنا بخبرة دولية في هذا المؤتمر. نتوقع أرقام؟ الحقيقة أنا زي ما احنا دايما بنقول المؤتمر هو بداية، المؤتمر مهمته الأساسية وهدفه الأساسي هو إعادة مصر إلى خريطة الاستثمار الدولية، أنا قلت في أكتر من مناسبة أن احنا مصر تقديراتنا محتاجين استثمارات أجنبية مباشرة خلال ال4 سنوات القادمة حوالي 60 مليار دولار، نتوقع طبعا أن في بعض التوقعات اللي تحصل في أثناء المؤتمر أن في تفاوض وفي تجهيز كتير حصل قبل كده، لكن في تقديرنا الأهم هي التوقيعات اللي هتتم بعد المؤتمر بشكل مستدام خلال السنوات القادمة، لكن بصورة إجمالية بإذن الله نتوقع أن تكون المؤتمر بداية قوية جدا لإعادة مصر على خريطة الاستثمار الدولية بإذن الله. تحدثنا عن موضوع اليوم المناخ الإداري الداعم للاستثمار، ما هو المقصود وأهم التشريعات اللي بتدعم الاستثمار؟ الحقيقة هو زي ما قلت حضرتك المستثمر بيجي بيكون عنده يعني احتياجات ومتطلبات محددة، عايز استقرار سياسي أمني، استقرار مالي وانضباط مالي، عايز ما يكونش فيه فساد اداري، ما يكونش فيه بيروقراطيه، يكون فيه سهوله في الاجراءات، وبالتالي الحقيقه ملف الاصلاح الاداري واحد من اهم الملفات اللي الحكومه الحاليه بتوليها اهتمام كبير، عندنا خطه شامله للاصلاح الاداري تتضمن قانون جديد للخدمه المدنيه باذن الله على وشك الصدور، عندنا خطه متكامله لتيسير تقديم الخدمات للمستثمرين، عندنا مراكز لخدمه المستثمرين متطوره تم يعني بالفعل البدء فيها خلال الفتره الماضيه وتم افتتاح بعضها بالفعل، لكن محتاجين نكتر من هذه المراكز، عايزين كمان نقدم الخدمة إلكترونيا للمستثمر بحيث تسهل الإجراءات بالنسبة له وتحد من التعامل المباشر بين المستثمر وبين مقدم الخدمة أو الموظف، وبالتالي بتحد من كل الممارسات الفاسدة اللي ممكن نتكلم عليها، فالحقيقة عندنا تصور شامل، الحكومة جادة جدا في تطبيق هذه الخطة، وبإذن الله هتكون الرسالة واضحة جدا في المؤتمر بإذن الله. نذهب الآن إلى فاصل المشاهدين، وبعده الشركة السعودية المصرية تكشف النقابة عن مشروعها الجديد سايكون نايل تاورز، تابعونا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أكد الرئيس التنفيذي لشركة حديد المصريين أحمد أبو هشيمة أن الشركة مستعدة لطرح أسهمها في البورصة، وأنها تنتظر التوقيت المناسب بعد اكتمال طاقتها الإنتاجية بافتتاح المصنعين الجديدين في محافظة بني سويف والعين السخنة. وفي لقاء مع CNBC عربية توقع أبو هشيمة أن يبدأ الإنتاج من مصنع بني سويف خلال شهر سبتمبر المقبل. احنا في مصنع بني سويف السخنه، ويمكن هم دول المشروعين كبار جدا،
كل واحد فيهم هينتج 850 ألف طن من البيلتس، وكل واحد هينتج 550 ألف طن من حديد تسليح، وهو احنا مستخدمين أعلى تكنولوجي في العالم، يمكن موجود منها مصنع واحد بس في أريزونا في أمريكا، وهي التكنولوجي دي معتمدة على السيفنج أو التوفير بتاع الطاقة جامد جدا، والحفاظ على البيئة. يمكن احنا حجم استثماراتهم قد ايه؟ حجم كل مشروع فيهم ب 3 او 3 من 10 مليار جنيه، وحجم استثمارات المجموعة يمكن مليار دولار من بعد ثورة يناير في كل الشركات. متوقعين يعني انه مصنع بني سويف يبدا الانتاج امتى؟ مصنع بني سويف ان شاء الله احنا من سابق الزمن عشان يتم الافتتاح ما بين اغسطس وسبتمبر، تجارب هتبدا في شهر 7، وبعديها على طول بست سبع شهور يبقى مصنع السخنه اللي هو ايدنتيكال زيه بالظبط التوأم بتاعه. ويمكن احنا حجم فرق التوفير اللي بنعمله عن الصناعه التقليديه في الحديد والصلب 40 دولار في الطن، وده رقم كبير يعني كده. ده هيبقى فرق المصنع الجديد عن المصنعين القائمين حاليا، عن كل المصانع اللي موجوده. متى تلجأ حديد المصريين لزياده راس مالها؟ المصانع اللي قائمه دلوقتي انا الحمد لله مش محتاج حاجه، لكن بنلجا لما يبقى في مشروع جديد دلوقتي في انتجريشن هيحصل، في تعميق للصناعه. يعني الخطه الحاليه اللي احنا بننظر في المؤتمر الاقتصادي ان شاء الله في مشروع مع سيمنز وميتسوبيشي لانتاج دي ار اي من الفحم، لان انت عارف مشكله مصر في الغاز كبيره جدا وما عندناش غاز، والتكنولوجي دي ميزتها ان هي هتنتج طاقه، يعني انت هتستخدم تكنولوجي بدل ما تاخد طاقه من الدوله هتنتج طاقه، تنتج 100 ميجا ممكن تبيعهم، غير ان انت هتستخدم دي ار اي هتنتج خام الحديد. المشروع ده هيتم توقيعه في شرم الشيخ ولا لسه؟ لا احنا هنعرضه انما الفيزابيليتي الحقيقيه بتاعته لسه قدامها شهرين ثلاثه، بتدرس كويس جدا عشان نبقى داخلين على حاجه عارفين احنا رايحين فين، فعلا هيبقى مجدي او غير مجدي. بس ان شاء الله تكلفه يعني استثماريه مبدئيه للمشروع تقريبا 600 مليون دولار تقريبا. السؤال الطبيعي لشركه حديد المصريين، متى تطرحون اسهمكم في البورصه المصريه؟ الوقت احنا انا من اول يوم بجهز نفسي، كل واحد في الشركه دي بيبقى يعني عشان تعمل شركه تبدا كيان صناعي عايزه يبقى محترف لازم تاهل نفسك ان انت تدخل الاي بي او ثاني يوم. انا بهيئ دايما نفسي للاي بي او، ولكن الوقت المناسب هو سواء للسوق او لينا ولا يطرح فيه الاسهم، بس احنا محضرين نفسنا للموضوع، والموضوع ده هيحصل ان شاء الله، انما التوقيت هو الوقت يعني المناسب. كلمه التوقيت المناسب هي متفاوته يعني او يعني مرنه جدا، يعني هو الاساس ان انا اخلص المصنعين، يعني مش هطرح قبل المصنعين الكبار عشان تبقى المجموعه كلها متكامله. الحاجه الثانيه التوقيت الصح، امتى السوق، امتى يعني بنوك الاستثمار معاك مع التيم بتاعك تختاروا التوقيت اللي فعلا يبقى المجهود اللي انت بذلته ده تظهر قيمه الشركه الحقيقيه، وتفيد حمله الاسهم يستفيدوا، واحنا كشركه كمان يبقى عملنا حاجه، انجزنا حاجه بقيمه حقيقيه ليها. كشفت الشركه السعوديه المصريه النقابه عن مشروعها الجديد سايكو نايل تاورز، وهو مشروع سياحي عقاري باستثمارات تصل الى مليار و400 مليون جنيه. كما اكدت الشركه ايضا انها تسعى لتنفيذ عدد من المشروعات خلال الفتره المقبله في مجال الإسكان المتوسط. فيما يعد واحدا من أكبر المشروعات العقارية التي تشهدها القاهرة ومؤشرا مهما على قدرة الاقتصاد المصري على جذب استثمارات جديدة، جاء الإعلان عن إقامة المشروع السياحي سايكو نايل تاورز المملوك للشركة السعودية المصرية للتعمير. المشروع يعد في رأي الخبراء بادرة جيدة على عودة النشاط للسوق العقاري المصرية. المشروع ده عبارة عن برجين بارتفاع 23 دور لكل برج. البرج الأولاني هيكون فندق 5 نجوم طاقة 256 غرفة وجناح، تم الاتفاق على إدارته مع شركة هيلتون العالمية. البرج الثاني برضو ارتفاعه 23 دور هيكون عبارة عن شقق سكنية سياحية مكون من عدد 190 شقة بمساحات مختلفة بتبتدي من 120 متر لغاية 450 متر. المشروع ده تم ترسيته على ضمن عطاء عالمي على تحالف مصري إماراتي من شركة سياك، تحالف بين شركة سياك وأرابتك. وتخطط السعودية المصرية للتعمير الدخول في عدد من المشروعات العقارية يقع معظمها في إطار الإسكان المتوسط، ومنها الاستعداد لبدء المرحلة الثانية من مشروع زهرة أسيوط على طريق الصعيد، والتي تشمل 600 وحدة سكنية باستثمارات تصل إلى حوالي 180 مليون جنيه. عندما
اتخذت الشركة قرار بزيادة رأس مالها، تجاوبوا المساهمين اللي الحكومة السعودية والحكومة المصرية بزيادة رأس المال، كان الهدف توسيع نشاط الشركة في جمهورية مصر العربية. وأعتقد أن العرض اللي شفناه اليوم على مشاريع مستقبلية للشركة ساهموا بشكل كبير في إيجاد ثلاث مواقع الآن رئيسية في أسيوط، في دمياط، في القاهرة الجديدة، وإن شاء الله يعني حتكون مشاريع مشرفة للشركة وللنشاط العقاري بشاترة. استثمارات مشروع سايكون نايل تاورز تبلغ 1.4 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل 230 مليون دولار، يعد أول المشروعات السياحية للشركة. يتضمن إنشاء فندق 5 نجوم بارتفاع 23 دورا يضم 250 غرفة وبرج للشقق السكنية الفندقية. أظهرت نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات عن عام 2014 تراجعا في الأرباح بنحو 31%، وهو ما أعزاه الرئيس التنفيذي للشركة محمد النواوي في لقاء مع CNBC عربية، إلى قيام الشركة بتجنيب مخصصات بقيمة 300 مليون جنيه لأي مستحقات ضريبية مستقبلية، مشيرا خلال اللقاء إلى أن الشركة استثمرت العام الماضي أكثر من 2.5 مليار جنيه، وهو الاستثمار الأعلى في تاريخ الشركة. احنا أضفنا 350 ألف عميل جديد في مساحة خدمة نقل بيانات، وده برضو يدعم نظرية أن السوق المصري سوق واعد، ويدل أيضا على المؤشر اللي بعديه، وهو أن احنا استثمرنا 2.51 مليار جنيه مصري، مشاريع دخلت في الخدمة خلال سنة 2014، وده كان الاستثمار الأعلى في تاريخ الشركة على مدار أكثر من 160 سنة، وده يعني الحقيقة بيؤكد لنا ان احنا ماشيين في الاتجاه السليم. بالاضافة الى ذلك ايضا المصرية اتصالات بتوصل البنية السيادة الدولية اللي بتربط الشرق بالغرب، فحظنا من المشاريع اللي احنا بنعملها مع يعني المشغلين الدوليين، وبالتحديد في 2014 عملنا مشروعين رئيسيين مع المشغلين الاجلاء من الصين، ودول حوالينا حوالي 1.25 مليار جنيه مصري. واخيرا وليس اخيرا طبعا العمل اللي نشرف ان احنا نعمله مع شركائنا في التنميه، شركات المحمول التي تعمل في مصر، فودافون وموبينيل واتصالات، اللي احنا التبادل التجاري والخدمي اللي بيننا وبينهم ارتفع بمقدار قدره 19% عن السنه الماضيه، وده يدل قيمته قد ايه تقريبا؟ الاجمالي يعني اقل من 5 مليارات جنيه بحاجه بسيطه، الاجمالي بعد الزياده يعني، وده برضه يدل على قوه العلاقه واهميه البنيه السياسيه اللي احنا بنقدمها له. عندما ننظر الى صافي الربح بعد خصم الضرائب نجد تراجع بحوالي 30%، تفسير هذا التراجع؟ وان اوفس، عديد من المعاملات التي تتم مره واحده، منهم 300 جنيه احتجاز وقائي لمسؤوليات ضريبيه مستقبليه، منها 300 مليون جنيه اسف و 300 مليون أخرى لقفل بعض الملفات القديمة مع أجهزة تنظيمية تابعة للدولة، رسوم قديمة ومسؤوليات ضريبية ترجع ل 2009 ويعني وقبل ذلك أيضا. وجدنا أن الهامش الجيد يسمح أن احنا نتحمل في هذا العام بعض هذه المسؤوليات اللي هي الاحتجاز والاستعداد للمستقبل، وأيضا قفل الملفات القديمة استعدادا للسنوات القادمة أن احنا نكون شركة أقوى، لأن الشركة لما يكون عندها مخصصات واستعدادات للمستقبل بتكون شركة أقوى. كيف سيتم استغلال هذه المخصصات؟ هل يتم استثمارها؟ كيف سيتم التعامل معها؟ هي تنصب في الكاش فلو أو في النقدية العامة بتاعتنا، وكل يعني وقطاع الخزانة عندنا معني بالاستثمار ويدقق الاستثمار دايما بحيث نحقق أعلى عائد ممكن منه. وفي نفس الوقت عندنا مشاريع السنة الجاية، احنا ادينا توجيهنا ل 2015 ان احنا استثمارات السنة الجاية الرأسمالية قد تتخطى 3 مليار، السنة دي احنا تخطينا 2.5 مليار، السنة الجاية بنرى ان قد نتخطى 3 مليار، وفي نفس الوقت بنتوقع ان يكون في نمو في الإيراد 5%. برضو جدير بالذكر ان انا اقول ان المصرية للاتصالات سنة 13 عملت 11% نمو، سنة 14 عملت 9% نمو وعلى 11% نمو، يعني في سنتين تقريبا عاملين نمو يتخطى 20%، وده يعني الحمد لله بفضل مجهود الكنز البشري من العاملين واجتهادهم واخلاصهم في العمل ويقينهم بان الصالح الوحيد هو صالح العميل، والدور بتاعنا هو الفوز برضاه والمزيد من الرضا. توزيع الارباح يا باشمهندس، هل سيكون هناك فكر او تفكير في توزيع ارباح؟
تم بالفعل تقديم مقترح من الإدارة، ولكن الجمعية العمومية هي التي تعتمد ذلك، والمقترح هو 56 قرش على السهم. تم توزيع بالفعل منهم 36 قرش في سبتمبر الماضي كتوزيع مبكر أو توزيع أولي، وإن شاء الله يتم توزيع الباقي. ثم بعد ذلك لدينا أيضا أرباح محتجزة لدى فودافون بالضبط، بحيث أن احنا يعني بلغت هذه الأرباح يمكن على السهم الواحد 2 جنيه و20 قرش أو 2 جنيه وربع، إذا ما يعني قررت الأغلبية من فودافون توزيع جزئي أو توزيع كلي لهذه الأرباح، نقدر أننا نعمل توزيع مرحلي جديد بحيث أن احنا نوفي للمساهم المصري للشعب والمساهم في الشركة المصرية للاتصالات حق من هذه الأرباح. وصلنا إذا مشاهدينا إلى ختام هذه الحلقة من عين على مصر، إلى أن نراكم في حلقة قادمة، في أمان الله.